داها زيارة ما رجعهاش للدار، انا ما كنتش متواجده، انا كنت في الخارج ما كنتش هنايا. قعدت عامين وحنا مش انا برك الناس الكل كانت قبل ما تروحي للخارج. كي طلقتي الطفله وين كانت؟ خليتها عندي ما عندي ما، وكانت عنده زياره الجمعه والسبت في 15 يوم. كان يديها عادي، كان ما يسحق الزياره عادي، كان يديها عادي بالقانون ويرجعها لي بالقانون. لحقت فتره وين عرف باللي كان يسال الطفله، يمكن كان يسالها بزاف وين راهي الام تاعك، ما كان تقول له ماهيش هنايا ما كاشها. ما باليش واش دار ما وراء ما حس ولا حنا بالك ما نعرفهمش واش دار. خطط انه باش يديها زياره اخيره كانت هي نهائيه اللي ما نزلناش لنا فيها. خطط انه باش يديها زياره اخيره كانت هي نهائيه اللي ما نزلناش لنا فيها طفله. من تم انصاف ما عادتش ولات في جوان 2020. جميل. بعدها اكيد الوالد الحاجه اتصلت بك. كيفاش عرفتي انه داها ما رجعهاش؟ داها ما رجعهاش لانه اتصلوا بيا وهو كان بعث لي ديجا رساله باللي داها وما يزيدش يرجعها، لانه انا عاودت الزواج. وقعد معاها مع الطفله شهرين ونص. بعد 25 اوت 2020 2 سبتمبر 2020 خلى الحبس، خلاها عند العائله تاعو. شحال قعدت معاه قبل ما يدخل الحبس؟ قعدت معاه شهرين ونص. بعدها دخل الحبس؟ بعدها دخل المؤسسه العقابيه وخلاها عند الام تاعو. هو مازالوا الان في الحبس، مازالوا محكوم قضائيا ب 10 سنوات. صح. كي دا الطفله انتم كاول اجراء واش درتوا؟ توجهنا للقضاء مباشرة. البوليس ربنا توجهنا ودرت اسست درت محامي وسقطت علي الحضانه لانه تعذر الدخول تاعي كما قلت. عطاوها للام تاعي بموجب هذا الحكم. خرج الناس حكم نهائي بالصيغه التنفيذيه وحاولوا انه ما يكسروا الشرع المجلس الاعلى. المجلس الاعلى اعطى نفس وهنا نقراو ربما في حيثيات هذا الحكم. يقولوا انه اسقاط حضانه انصاف عن والدتها المدعوه عبله واسنادها لجدتها المتدخله في الخصومه بالا عائشه مع منحها حق الولايه عليها ومنح والدها حق زياره كل يوم جمعه وسبت من الساعه 9 صباحا الى غايه الخامسه مساء في الايام ولا في ايام الاعياد والمناسبات وكذا. يعني انتم خديتوا كل الاجراءات القانونيه وفقا ما ينص عليه القانون واتبعتوها خطوه بخطوه الى ان تم انصافكم القضاء والعاده نصفتكم والحضانه عادت للجده. هنا انت في فرنسا كي مريحه تقولي ان الطفله راهي عند جدها بحكم بموجب احكام ويجي يديها بالجمعه والسبت، ما يجيش يديها لانه راهو في الحبس. ايه نعم. بعدها الحاجه واش صرا؟ لانه تكتي في فرنسا. ايه. كي ديها خلاص ما زلنا نشوفوها والو. بعد ما طاو لك الحضانه ليك شفتيها الطفله؟ ما طاوها بنتي اش رانا نقول؟ يوم شفتها ما طاونيش ما كاش حوك. يوم شفتها ما طاونيش ما كاش حوك. يا يما العزيزه هنا رانا نهضروا امر مهم جدا 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 وربما راه خطير. شوفي عندك حضانه بقوه القانون الطفله تديها انت. يعني هذا الحكم صدر في 2021. القضيه صدرت في 2021 مانيش غلطه انا في 2020 الصيغه التنفيذيه. فوالا الصيغه التنفيذيه اللي تقول ان الحضانه والولايه للجده في 2020. من هذاك النهار الحجه راكي تاكدي ما مارستيش حق الحضانه وما جابولكش الطفله انصاف. ما شفتهاش النهار اللي دخلت داري ولا شفتها. يجيبوها للمحكمه كيعيطوا لنا يديروا لنا تقديمه يجيبوها تشدها يسقوا فيها هكا وحنا تشوف فينا غير الباب خالاتها هنايا كاع ندورو وهي تشوف فينا غير هكا وطلع علينا وما تهدرش معانا كاع تشوفنا تولي تبكي. انا في الدخله دخلت راجل بنتي كان موراها تقولها غير ندخلو بكي كيما قلت لك بكي صافي غير تشوفنا تولي تبكي وتعيط وما نروحش معاكم. شحال كان في عمرها كي داها؟ 5 سنين وخمس شهور. يا ودي راه حتى عارف قريب كيما بنتك انت جيت بنتي هذه هنايا وحده. اي ثمان سنين 25 اوت طفلت ثمان سنوات. اي كانت تحضيري ذاك التحضيري. هو دخل الحبس شكون حضن هذه الطفله؟ شكون قام بها؟ شكون كبرها؟ نروحوا نصيبوها باش ندلوسي نروحوا باش نجيبوها ندلوسي. كاين كل هذه الوثائق ما كاش اللوسي ما خرجت عندنا محاضر امتناع عندنا محاضر تبليغ عندنا شكاوى عندنا صيغه تنفيذيه عندنا حكم صادر فيها في حق الجده والجد بحبس نافذ سنه ولا شيء منافذ. ربما نطرح سؤال اصحاب القانون ربما يوقفوا معنا يقولوا لنا
الحضانه رانا نقولوا بموجب صيغه تنفيذيه، الام عندها زياره مؤقته من 2020 وصدر هذا الحكم، ولكن لحد الان لم يتم تطبيقه ولم يتم تنفيذه، والطفله لحد الان راهي مخطوفه لانه حتى الجدول الجده ما عندهم حتى حكم قضائي يسمح لهم انهم يمارسوا الحضانه. هل عندك قرار تاع رئيسه الاحداث المحكمه التقليعه تقول فيه انه الطفله في خطر معنوي؟ هذا القرار مازال ما شفتوش، لو تمكن انه طبعا بعد خطر نعم تقول انه الطفله في خطر معنوي. خطر معنوي واش معناتها خطر معنوي؟ خطر معنوي دوك الان نشوفوا هذا القرار تاع قاضي الاحداث، قلنا انه الطفله لحد الان ما على بالكمش لانه باباها راه في الحبس، الجده ما عندها حتى سلطه عليها الان لانه الحضانه راهي بدون ولايه، هي الطفله راهي قادره تتعرض للاغتصاب، قادره تتعرض لضغوطات نفسيه من طرف التلاميذ، لانه يقولوا لها ممكن يقولوا لها انه ما عندكش اب ما عندكش ام، يقولوا لها انه ما عندكش اب ما عندكش ام ما عندكش اب ما عندكش ام، هذا وشنو هذه تتعب نفسيه الطفله. سعيد تروحوا ربما وديه تهضروا معاهم بالتهضير، ما حبوش يديروا وساطه والو، طلبت من المحاميه تاعهم انه ندير، ما حبوش يديروا وساطه والو، صدر انه وقعت في عند مكتب الاحداث في محكمه القليعه وتواجهت مع المحاميين تاعها طلب الوساطه، طلبت مني المحاميه تاعهم وبالشهود انه واجهتني وقالت لك الوساطه ندير، واش رايك نديروا وساطه؟ قلت لها وشنو هي الوساطه اللي حبيتي ديريها؟ انا تعطوني الطفله نعطي لها الزياره نعطي لها تشوفها. قالت لك لا لا انتم عطونا الولايه وانا نعطي لكم الزياره. هو ربما حجتهم انه انت كي عاودتي الزواج الطفله ما لقاتش مع من تعيش في حالك طفله.